السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. احنا قدام حمام كليوباترا. حمام كليوباترا واحد من اشهر المعالم السياحية والتاريخية في مطروح. طبعا البوابة بتاعته واخدة الطراز الفرعوني، وده تمثال كليوباترا. للأسف كليوباترا ما كانش عندها حظ في التصوير. كل الصور اللي لقيناها لكليوباترا سواء على العملة أو المنحوتات كلها طالع شكلها مش ولا بد، وده على غير الحقيقة، لأنها كانت ساحرة وفاتنة، سحرت وفتنت اتنين من أعظم قادة العالم في ذلك الوقت. هي كليوباترا السبعة، يعني كان في ستة قبلها، هي أشهرهم وأعظمهم على الإطلاق. ولما نقول كليوباترا بس تبقى نقصد كليوباترا السبعة. اتولدت في مصر 69 قبل الميلاد. أبوها بطليموس الـ12 وهو آخر ملوك البطالمة، لأن كليوباترا أنهت دولة البطالمة في مصر. العصر البطلمي بدأ بعد موت الإسكندر الأكبر. بطليموس كان أحد قواده وكان عينه على مصر، لأن بعد موت الإسكندر اتقسمت الإمبراطورية اللي بناها بين قواده، أكبر قواده، وكان بطليموس واحد منهم وأعلن نفسه ملكا على مصر، بل راح عشان يجيب جثة الإسكندر عشان يدفن في مصر. كليوباترا اتجوزت أخوها بطليموس 13، وكان ده تقليد متبع من أيام الفراعنة للحفاظ على الدم الملكي، وكان الاتنين شركاء في حكم مصر. كليوباترا كان عندها 18 سنة وأخوها عنده 10 سنين، وكانت هي طبعا الحاكم الفعل. الشلة والبطانة اللي حوالين أخوها خوفوه فحرضوه على قتلها، هربت واستعانت بالبدو، كونت جيش اتقابل مع أخوها في حتة اسمها بيلوزيوم اللي هي بورسعيد دلوقتي. وهما بيتعاركوا وصل أسطول يوليوس قيصر على مشارف الإسكندرية. تدخل يوليوس قيصر للوساطة بينهم. كليوباترا قعدت تحاول عشان تقابله، قابلته، قعدت معاه، خدته في صفها على طول كده، وانحاز ليها على حساب أخوها وقرر إعادتها لعرش مصر. كانت ساحرة كليوباترا. بدأت علاقة تاريخية بين كليوباترا ويوليوس قيصر. أخوها يعمل إيه؟ حرض جماهير الإسكندرية ضد كليوباترا. الإسكندرية كانت عاصمة مصر طول العصر اليوناني والروماني. المهم حصروا كليوباترا ويوليوس قيصر في القصر الملكي وبدأت حرب الإسكندرية. انتصر فيها طبعا يوليوس قيصر وكليوباترا، ده كان 47 قبل الميلاد، وتم قتل بطليموس الـ13. تسلمت كليوباترا عرش مصر مع أخوها الأصغر اللي هو بطليموس الـ14، وقعد قيصر جنبها 3 شهور. بعد كده أنجبت منه طفل سميته بطليموس قيصر أو بطليموس الـ15. روما اتقلبت وقلبوا على قيصر، وبعد سنوات تم اغتياله في روما، وانقسمت الإمبراطورية الرومانية بين اتنين من أعظم قواده، أوكتافيوس وأنتونيوس. قرر أوكتافيوس أنه يضم مصر لإمبراطورية رومانية، ومارك أنتونيوس أو مارك أنتونيو كان عايز ينفرد بحكم الإمبراطورية الرومانية. المهم جه مارك أنتونيو لمصر. تسكت كليوباترا؟ لا طبعا، قعدت تحاول برضو انها تقابله، وعملت المره دي بقى حيله، ناس تخبت في السجاده خرجت له منها. كالعاده الراجل اتسحر، وقع انطونيو في حبها، غير انه تلاقيه كان بيسمع عنها من يوليوس قيصر القائد بتاعه. المصيبه هنا ان مارك انطونيو قرر انه يتجوز كليوباترا، وهو كان متجوز من مين؟ تخيلوا، كان متجوز من اخت اوكتافيوس، وكان اسمها اوكتافيا. ده غير ان القانون الروماني يمنع الزواج من غير الرومانيه. طب ده عمل ايه بقى؟ ده خلى في عداوه طبعا بين اوكتافيوس ومارك انطونيو. قوم تنقسم الامبراطوريه الرومانيه لشرق وغرب. يعني كليوباترا قسمت الامبراطوريه الرومانيه لشرق وغرب. كان الشرق بما فيه مصر من نصيب انطونيوس، والغرب طبعا من نصيب اوكتافيوس. المهم كليوباترا حبت هي كمان انطونيوس، وجهزت معاه جيش، وحصلت معركة اسمها معركة أكتيوم البحرية في اليونان 31 قبل الميلاد. كانت الغلبة لأكتافيوس، وأنتونيوس فقد سفن كتير وتم حصاره. حاول أنتونيوس المقاومة، ولكن أكتافيوس وصل على مشارف الأسكندرية 30 قبل الميلاد، وتشيع خبر كاذب أن كليوباترا ماتت أو اتقتلت. الخبر ده وصل لمارك أنتونيو ففضل الموت عن الحياة وانتحر. كليوباترا هي التانية سمعت بهزيمة زوجها القائد الروماني أنطونيو وانتحاره، فقررت الانتحار.
ويقال انها انتحرت بالكوبرا. الكوبرا ثعبان الكوبرا هو احد الرموز الفرعونية، وكان بيتوج تاج الفراعنة، وضعته كليوباترا على صدرها والكوبرا قام بالواجب، وحرمت كده اوكتافيوس من اذلالها، لانه اوكتافيوس كان ناوي ياخدها في موكب انتصاره في روما في وسط الجماهير الرومانية عشان يشفي غليل الرومان. قتل ابنها بطليموس قيصر لانه يعتبر وريث لعرش مصر من امه كليوباترا ووريث لعرش روما لابوه، فاوكتافيوس قتله وريح نفسه. كليوباترا حكمت مصر 20 سنة، كتب عنها قصص وأشعار، وشكسبير مثلا عمل مسرحية اسمها أنطونيو كليوباترا وغيره كتير. أحلى حاجة والغريب إن بعد كل ده المؤرخين يقولوا لك إن كليوباترا ما كانتش شكلها حلو، لكنها كانت ذكية جدا وبتتكلم 7 لغات. يعني يوليوس قيصر وماركو أنطونيو اللي حبوها وعرضوا الإمبراطورية الرومانية للخطر، كل دوت عشان ذكية وبتتكلم لغات. هي كل الحكاية ان كان حد يبصص لها في الصور، يعني ممكن تكون اوكتافيا مرات انطونيو القديمة، لان مفيش تمثال او صورة لكليوباترا اتعملت لها شكلها فيها حلو. حتى التمثال هو اللي عاملينه بره، اتفرجوا على التمثال شكله عامل ازاي. فيا جماعة حد بصص لها في الصور، الست ملهاش صورة حلوة، لكن اكيد كانت ساحرة وشكلها ولا اجمل. ده الممشى الزجاجي، طوله 72 متر وعرضه 4 متر. وأحسن فعله الصراحة إن هم عملوه، لأنه كان في الأول صعب جدا الوصول للحمام. كنت بتمشي في وسط الصخور وعرضة إن أنت تتزحلق وعرضة إن أنت تقع، وكان حاجات كتير. هما بعد ما عملوا الممشى الزجاجي أول مرة اكتشفوا إن الأمواج كسرته واتكسر، هنشوف جزء منه. فقرروا إنه بعد موسم الصيف وقبل الشتاء يرفعوا الألواح الزجاجية. يعني دي مرة مثلا في أول الصيف كان لسه بيجهزوا، فركبوا نصه ونص التاني كان لسه مركبش. ده أهو شايفين الإزاز اتكسر إزاي وعمل إزاي. من ده كتير في أماكن مختلفة. شايفين الزحمة على الممشى الزجاجي عاملة إزاي. طبعا صعب جدا، انا حواريكو صعب جدا ان كان الواحد يصور ويعرف يوريكو بشكل يعني كويس زي ما احنا متعودين. الحمام في الزحمة دي. شايفين الزحمة عاملة ازاي، ناس توابير برا مستنية تخش وناس جوه مش عايزة تخرج وشغلان. فأنا عملت حيلة لذيذة كده، إن أنا جيت قبل ميعاد فتح الحمام بحوالي نص ساعة، حاولت إن أنا أدخل مرضوش يدخلوني، فتنيتني قاعد جنبه نص ساعة وعملت معاه اتفاق جنتلمان إن أنا أول حد يخش الحمام يعني قبلها على الأقل 3 دقايق عشان كنت عايز أصور الحمام. فأنا دخلت بالظبط قدامي 2 أو 3 دقايق عقبال ما الناس اللي واقفة تقطع التسجيل. يعني تقريبا خدت المسافة دي جري عشان اجي اصور حمام. فطبعا انا اول واحد دخلت من البوابة. الحمام زي ما احنا شايفين هو ليه 4 فتحات. فتحة الباب اللي بتخش منه، وفي فتحة اللي بتدخل منها المية، وفتحة بتخرج منها، او ممكن يحصل العكس على حسب
تيار الموج عامل ازاي، والفتحه اللي في السقف اللي بتسمح بمرور اشعه. تحسن الاختراع، هو يقال ان الملكه كليوباترا كان فيها استراحه او قصر صغير هنا، وكانت بتيجي تحط تستجم داخل الحمام. اكيد في وقتها يعني السكون ما كانتش بالمنظر دوت يعني، والحقيقه مكان ساحر يعني، انت ممكن تقضي بيوم ما تزهقش يعني. اشعه الشمس وهي نازله بتدفي الميه، منظر الموج وهو بيخش والصوت اللي بيعمله، فاحساس يعني مدعاه للاسترخاء كده والتامل. عارفين التمثيليه بتاعت فريق ناجي عطا الله وشعاع الليزر دوت، وهما كانوا موجودين في البنك كل شويه اقرب عليهم، فانا كل شويه ابص كده هم قربوا ولا لسه، هم قربوا ولا لسه. المهم يعني ارجو ان تكون المشاهد اللي بتشوفوها دي عجبتكم، واكون وفقت يعني في تصوير المكان ونقل جزء ولو صغير من سحره. مكان ساحر ومكان رائع، واللي نبوش ادعوه بشده انه يجي يستمتع ويشوف المكان الرائع. صور الفيديو ده انا دخلت اول واحده. اكيد عرفت ان انا ما بقيتش بحر، اللحظات الحلوه دايما بتخلص بسرعه. التضاريس الموجودة في المكان شيء رائع وساحر، خضاب وصخور بألوان مختلفة ونطوءات في الأرض، ومية البحر بتملاها وساعات تلاقي فيها سمك صغير. منين تشوف عينك ألوان وأشكال، غاية في الإبداع، تخلي لسانك ينطق بالتسبيح والتعظيم للخالق. دي زي شبه جزيرة صغيرة كده، علشان اوصل لها بتمشي في المية الضحلة دي، المية بتوصل لغاية الركبة كده، تعدي تلاقي نفسك في المكان البديع ده لوحدك، حتى لو الدنيا زحمة او زحمة جدا. ودي حلاوة الاماكن في مطروح لو عرفت طبيعتها كويس. في مطروح كل مكان تروحه تقول ده الاجمل، لما تروح مكان تاني تقول لا بس ده الأجمل. حتى لو الأماكن دي انت رحتها 20 مرة قبل كده، كل مرة انت بتحس ان في حاجة مش موجودة في المكان التاني، وهكذا. متعة وراحة وسكينة وهدوء وصفاء ذهني وتأمل وتفكر وتسبيح وتهليل وتكبير للخالق. كل دي مشاعر تسيطر عليك وانت في مطروح.
شكرا لحضراتكم، أسعدتموني بالمشاهدة والتفاعل، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.